رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي خلقك الرحمن، يلي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، واجعلنا جميعا من عتقاء هذا الشهر الفضيل، آمين. إخواني أخواتي، لما كيقرب عيد الفطر في الأيام الأخيرة من رمضان، يتساءل الناس واحد المجموعة ديال الأسئلة حول زكاة الفطر. زكاة الفطر اللي هي إن شاء الله نحاول نبينها بإذن الله والأحكام ديالها بما يسر الله عز وجل. نبدأ إن شاء الله من حكم زكاة الفطر. الحكم ديالها أنها سنة واجبة، سنة واجبة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضها وحث عليها وواظب عليها عليه الصلاة والسلام، واستمر عليه الصلاة والسلام. الدليل في ذلك حديث سيدنا عبد الله بن عمر المتفق عليه في الصحيحين، أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على العبد والحر وعلى الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى. فإذا من هذا الحديث أخذ العلماء، وهو حديث صحيح، من هذا الحديث أخذ العلماء حكم زكاة الفطر، اللي هي أنها سنة واجبة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام على أعيان المسلمين، على أعيان المسلمين، يعني على جميع المسلمين. هذا الشيء علاش كتسمى زكاة الرقاب وكتسمى زكاة الأبدان، بخلاف زكاة الأموال المعروفة. فهذا هو الحكم ديالها. فيما يخص الحكمة من مشروعيتها والمقصد من مشروعيتها، فهو الوارد في حديث سيدنا عبد الله بن عباس الذي رواه أبو داود ورواه ابن ماجة وصححه الحاكم، اللي هو قوله رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فإذا بين إن شاء الله من خلال هذا الحديث أن لها مقصدان اثنان ولها حكمتان. فأما الحكمة الأولى فهي تطهير نفس الصائم وتكثير بعض ما قد يكون وقع من الصائم، بعض الهفوات، بعض المخالفات الصغيرة اللي يمكن يقع فيها الصائم من غير انتباه ومن غير تركيز منه، فكتوقع من واحد المجموعة ديال المخالفات. فإذا شرع النبي هذه الزكاة طهرة للصائم باش كتكفر هذه المخالفات وهذه الأخطاء، وترتقي بصوم صاحبها عند الله عز وجل. والحكمة الثانية أنها طعمة للمساكين، كما ورد في واحد الحديث آخر، وخا على كل حال بعض العلماء ضعفوه قليلا، ولكن لا بأس به يعني من باب المتابعة، طالما أن في الباب أحاديث أصول. هو حديث أغنوهم عن سؤالي ذلك اليوم. فالمقصد إذن واضح، أن الله تعالى، أن رسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرح المسلمون جميعا في عيد الفطر، وما يبقوش مشغولين بسؤال الناس وبالتطواف بحثا عن الصدقات وبحثا عن يعني أعطيات الناس. فباش ما ينشغلوش بهذا الشيء، الله تعالى فرض هذه الزكاة، زكاة الفطر، حتى يفرح الناس جميعا، وباش تكون هذه فرحة العيد فرحة عامة شاملة لكل المسلمين على اختلاف فئاتهم وعلى اختلاف مستوياتهم الاجتماعية وما إلى ذلك. هذا من حيث حكمتها. نتكلم دابا إن شاء الله على مقدار زكاة الفطر، مقدار زكاة الفطر ومن أي شيء تؤخذ. فمقدار زكاة الفطر كما ورد في الأحاديث صاع من غالب قوت أهل البلد. بالنسبة للصاع، الصاع هو 4 ديال الأمداد، والمد هو الحفنة. فإذا الصاع هو 4 ديال الحفنات،
بيدين متوسطتين من غالب قوت أهل البلد، يعني الطعام اللي يعني الغالب على قوت أهل البلد. احنا مثلا في المغرب معروف أن قوت المغاربة أغلبه من القمح، أغلبه من القمح المزروع، هذا قوت المغاربة. فإذا نزرع أو الطحين ديالو زرع بشتى أنواعه، ولا الطحين بشتى أنواعه، هذا يجوز أن تخرج منه زكاة الفطر، بل هذا الأصل فيها، الأصل أن تخرج طعاما طعاما. ولذلك إذا رجعنا لأحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أمر الصحابة أن يخرجوها تمرا أو شعيرا أو زبيبا أو إقطا أو غير ذلك من أنواع الطعام اللي كانت. فإذا غالب قوت المغرب قلنا هو القمح، فتخرج من القمح، تخرج من القمح. المشارقة عندهم الأرز أو الأرز هو غالب قوتهم، فتخرج منه. ولكن مع ذلك من باب التيسير، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أخرجها نقودا، ولا الصحابة من بعد رضي الله عنهم، ولكن العلماء نظروا في هذا الموضوع نظرة مقاصدية، فوجدوا أنها أيضا قيمة زكاة الفطر القيمة، يعني أن تخرج نقدا، هذا أيضا يحقق المقصد. وهذا يعني هذا تطبيق لمبدأ التيسير الذي هو أصل في ديننا، التيسير على الناس. فأجاز العلماء إخراجها نقدا، إخراجها نقدا. القيمة ديالها، الناس كيتسألوا على القيمة ديالها، هي من حوالي 13 درهم حتى 15 درهم، لأن القمح أنواع، لأن القمح أنواع. هذا الشيء علاش كتختلف القيمة، تختلف القيمة. فإذا من 13 درهم 14 درهم 15 درهم، هذا إن شاء الله كله مجزئ بإذن الله عز وجل، بإذن الله تعالى. نتكلم دابا إن شاء الله على وقتها من إمتى تخرج في وقتها. العلماء حددوا كاين وقت أداء فاضل، وقت أداء فاضل أحسن أوقات على الإطلاق. أحسن وقت يخرجها المسلم راهو صباح العيد، ابتداء من طلوع فجر يوم العيد حتى لصلاة العيد، هذا أحسن أوقاتها لوروده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ديال سيدنا عبد الله بن عباس الصحيح، الذي قال فيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإذا انطلاقا من هذا الحديث، فهم العلماء أن أحسن أوقات إخراجها هو يعني قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. ولكن هناك أنواع المشكل، هو أنه أحيانا الناس لا يجدون المساكين، ما كيلقاوش من يستحقون الزكاة في هذا الصباح، ولهذا أجاز العلماء إخراجها بيوم أو يومين، يعني قبل العيد بواحد يومين أو بيومين لا بأس. واستدلوا بفعل سيدنا عبد الله بن عمر أنه كان يفعل ذلك، وهو من أكثر الصحابة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيء علاش العلماء سموه وقت جواز. فإذا أحسن أوقاتها راهو صباح العيد، ولكن إذا لم يتيسر فيمكن يخرجها الإنسان يوم أو يومين قبلا، وهذا وقت جواز لا بأس به. ولكن ماذا لو لم يخرجها، إذا ما خرجهاش من قبل وما خرجهاش قبل الصلاة، هل تسقط عنه؟ قال العلماء: لا تسقط، خاصو يخرجها. وكيتسمى هذاك اللي يخرج ديالها أداء، يعني واخا دو صلاة العيد خاصو يخرجها، ولكن راه ناقصة شي شوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هي صدقة من الصدقات. فإذا أيها الإخوة والأخوات، أحسن أوقات إخراجها راهو صباح العيد، ولكن إذا لم يتيسر ما فيها بس تخرج يومين أو لا يوم قبل، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. باقي بإذن الله واحد المجموعة ديال المسائل متفرقة الناس يسألون عنها، كيسولوا على واحد المجموعة ديال الأمور الناس فيما يتعلق بأحكام زكاة الفطر. منها مثلا أنهم يسألون: واش يمكن أن هذوك الفطرات واش يمكن تعطى كلها الواحد، مثلا 5 الفطرات أو 8 الفطرات أو 10 ديال الفطرات، هل يمكن أن تعطى لمسكين أو فقير واحد؟ لا بأس بذلك.
واش يمكن فطره واحده مثلا تقسم على جوج مساكين او ثلاثه؟ لا باس بذلك، لان زكاه الفطر هي سنه واجبه مطلقه. فاذا كل هذه التفصيلات لا باس بها، اجازها العلماء، اجازها العلماء. ايضا من المسائل اللي كيسولوا عليها الناس، انهم كيسولوا على هل يجوز اخراجها من البلد؟ واش يمكن واحد مثلا من الرشيديه يمكن يخرجها مثلا لارفود او لا ما ادري الى بلد اخر؟ فالعلماء ها هنا يقولون ان الاصل ان يخرج الزكاه، ان تعطى الزكاه لفقراء ومساكين البلد. فاللي ساكن هنا في الرشيديه على احسن ولا افضل ولا اولى انه يعطيها لفقراء الرشيديه ولمساكين الرشيديه. ولكن إن كان شي ضرورة معينة تدعو إلى إعطائها لمن هو خارج البلد لا بأس، ولكن إذا كانت الضرورة بحال مثلا أن الإنسان ما يلقاش المساكين، قلب على الفقراء وقلب على المساكين في بلده فلم يجد، فمثلا لا بأس أنه يعني يخرجها من البلد إلى بلد قريب. والمقصد من هذا الشيء والحكمة واضحة هو أن كل بلد يعني أن تغطى حاجات البلد، يعني تعطى لمساكين وفقراء البلد، يعني عملا بقاعدة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، باش يعني هذا الخير وهذا الفضل يصل إلى أوسع دائرة ممكنة من الناس. واحد المسألة أخرى أيضا، وأن بعض الناس يتساءلون بالنسبة للفقراء اللي ما يقدروش يخرجوا زكاة الفطر، ماذا عن اللي ما عندوش القدرة على إخراج زكاة الفطر؟ قال العلماء أن اللي ما عندوش قوت اليوم، اللي ما عندوش قوت اليوم يعني الماكلة ديال هذاك يوم العيد، يوم العيد هذا إن شاء الله لا تجب عليه زكاة. ولكن هنايا إن كان يستطيع أن يخرج بعضها فيخرج بعضها. إذا كان مثلا عنده واحد 8 ديال الفطرات وهو ما يقدرش يخرج 8 ديال الفطرات، إلا يقدر يخرج 4 يخرجهم. ولكن إذا كان ما يقدرش في مرة، يعني ليس عنده قوت اليوم، هذا الشيء اللي عنده يالله خديك فيه لقوت يومه، هذا إن شاء الله لا بأس، لا تجب عليه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. مسألة أخيرة، هنا من واحد نبيه ما نسوى شيء، هو أنك خصنا نفرقوا ما بين واحد الحالتين ديال الإنسان اللي ما عندوش والإنسان اللي ما وجدلوش. اللي ما عندوش احنا تكلمنا عليه، ولكن اللي ما واجدلوش يعني ما واجدلوش الفلوس باش يخرج الفطره، هذا ان كان يعني يقدر يتسلف ويرد من بعد، قال العلماء يتسلف ما فيها باس باش يخرج هذيك الفطره ومن بعد غادي يردها. ايضا من الامور اللي كيسولوا عليها الناس بخصوص زكاه الفطر هي مساله مثلا الجنين في بطن امه، هذاك الجنين في بطن امه احنا شرنا على ان زكاة الفطر كما في الأحاديث الصحيحة تجب على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. فبعض الناس يتساءلون عن الجنين، قال العلماء لا تجب عليه، ولكن على كل حال إذا أرادت المرأة الحامل لبغى تخرج على هذاك الجنين من باب الندب ومن باب الاستحباب لا بأس، ويستدلون بفعل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين. فإذا الحكم ديالها الندب والاستحباب وليس الوجوب. هنا نشير واحد الإشارة إلى أن رب البيت الذي ينفق على الأسرة كيكون ملزم أن يخرج زكاة الفطر على من هو تحت نفقته، يعني يخرج عن الزوجة ويخرج عن الأبناء، كامل الناس اللي تحت النفقة ديالو. بل يستحب إذا كان عنده شي خدام وإذا كان عنده شي ناس هكذا في بيته يعيشون معه وينفق عليهم، يستحب أن يخرج عنهم. آخر شيء هو أن الإنسان مثلا كيكون في سفر وموالف مثلا مالين دارو مثلا الأب ديالو أو لمن ينفق عليه هو اللي كيخرج زكاة الفطر عليه، فكي يصادف العيد أنه كيكون برا مثلا خارج مسافر، فهذا من باب الأحواط يخرج زكاة الفطر احتياطا من أن من ينفق عليه يكون مخرجهاش. صلى الله تعالى أن ينفعنا بهذا، صلى الله تعالى أن يديم علينا الأفراح والمسرات،
صليت على أن يجعل هذا العيد فرحة للمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.